من الاسئله برضو اللي اتطرحت في صفقات نادي الزمالك الجديده انه في اكتر في اكتر في اكتر في اكتر. صدقك عليا وقال لي سؤال واحد. لا لا، مين اللي قال لك كده؟ لا لا، ده احنا صايمين مع بعض يا كابتن احمد على لا طول. لا لا، على طول على طول يا كابتن احمد. فرصه وجود اكتر من صانع العاب في نادي الزمالك في الصفقات الجديده مع الموجودين، مش كتير اربعه او خمسه موجودين في نفس المركز؟ فريق البطولات لازم يكون في كل مركز، يمكن الظروف ما ساعدتناش ان لازم يكون في مركز اثنين وثلاثه واربعه قريبين المستوى. نادي الزمالك دخل على اربع بطولات، بطوله الدوري واثنين كاس مصر من ضمنهم مباراه النادي الاهلي وبطوله افريقيا. البدايل لازم تكون قويه جدا، ما يكونش البديل اقل من الـ من الـ من الاساسي. وده انت اتعودت عليه في منتخب مصر. انا بعمل مع نادي الزمالك واشرف على الكوره مع مجلس الاداره ان احنا نكون نادي الزمالك منتخب مصر. ما يبقاش في جاب بين اللعيبه وبعضيها. انت الاول النهارده لازم تكون مستعد طول الوقت لكل البطولات. عندك مثلا في افريقيا هيغيب عبد الله السعيد وهيغيب ناصر ماهر وهيغيب فاروق جعفر. البدائل لازم تكون زي احمد حمدي، زي اوباما، زي زياد كمال. يجي بعد كده لما نرجع للدوري نقدر نستعين بعبد الله، نستعين بسيف، نستعين ده. ودي لسه احنا النهارده وقلنا اسماء يعني كل الناس بيردد كلمه ان نادي الزمالك رجاله ثلاثه، الونش وفتوح ومصطفى شلبي. صحيح. كان كل الناس تقول لك الثلاثه دول راجعين، هات ثلاثه عليهم. النهارده الثلاثه دول الاثنين مش موجودين. ربنا يشفي الونش واصابته البالغه اللي زعلتنا كلنا وقصرنا منها، كنا بناخد عليه امل كبير جدا كعنصر مهم جدا في خط دار نادي الزمالك واحسن مساك في مصر. فتوح النهارده راجع منتخب مصر بقاله شهر وشويه. كل ده مش موجود. لو انت النهارده ما عندكش تقل في هذه المراكز هيحصل لك دروب. ومن حيث امثال شهر اثنين الكلام ده لازم الناس تسمعه كويس جدا، والتفسير اللي انا بقوله كويس عشان الناس اللي بتحاول تفكر في حاجات مش مظبوطه. النهارده يوم 19 اثنين عوده الدوري المصري وممارسه النشاط المحلي والافريقي للانديه. هنخلص 9 اثنين، في هذه الفتره نادي الزمالك يلعب 10 مباريات. يعني متوسط اربع او خمس ايام، كل اربع خمس ايام. لو انت ما عندكش زحمه محترمه من اللاعبين ذو خبرات ومستوى فني مش هتقدر تعمل بطولات، ونادي الزمالك هو نادي بطولات.